السلام عليكم، يعطيكم العافية. أنا عاصم البني مرة تانية، حنكمل سلسلة إن شاء الله تبع المقامات، تعليم المقامات. هل الفيديو هذا إن شاء الله خاص بمقامين مع بعض؟ طبعا ليش مقامات مع بعض؟ دول المقامين بالذات لازم أنا أشرحهم مع بعض مشان يصير في التفرقة بيناتهم تكون أسهل. المقامين هن مقام الكرد ومقام النهاوند، ودول مقامين جدا متشابهين ما عدا علامة واحدة فقط فارقة. طبعا نحن هلا حنسمع مع بعض، انا حستعين بالآهات مشان تسمعوا بدقه يعني الفرق. نحن هنقول مقام النهاوند، هاي اول خمس علامات من مقام النهاوند. مره ثانيه اسمعوا بدقه، هدول ركزوا فيهم، ثلاث علامات. هذا النهاوند. سمول كرد، الفرق بين النهاوند والكرد فقط هاي العلامة، اسمعوا مرة تانية، هذا اسمه كرد. شو قديش فرق بسيط، والباقي العلامات كلها نفس الشيء. إذا مررنا العلامات كلها تبع النهاوند بنصير نفس النهوات بالضبط، بس هدول العلامة الوحدة هي الفارقة اللي هي والباقي نفس الشيء. إذن كرد. إلا صلاتي بان اللي كرد، اوكي. هذا كرد. اما النهاوند، يا رجائي يا رجائي يا رجائي. شوفوا قديش متشابه المقامين، جدا متشابهين، جدا جدا جدا، يعني ما في بيناتهم تقريبا اي شيء غير هالعلامه هي. فرجاء اسمعوا الفيديو كتير هذا، وهلا حنعمل الطريقه اللي هي فيها الترتيب مشان نحفظهم. بس حنعمل اول خمس علامات، اقولكم لا خلينا نعمل السبع علامات كلها افضل مشان تحفظوا المقام. بسم الله نبلش بالنهاوند. قولوا معي طبعا وراي، ري مي فا سول لا سي دو دو سي لا سول فا مي ري دو. طبعا حنقرا الفاتحة في يعني مشان تعرفوا شلون استعماله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ماشي؟ هاي النهاوند. هلا دو كرد، هلا بلش دو ري مي فا سول لا سي دو دو سي لا سول فا مي ري دو را 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 را. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم،
مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طبعا أنا بعتذر مرة تانية على التجويد، على التقطيع تبع القرآن. نحن هون بس عم نحاول نتعلم المقامات، وتأكد تمام إنه هذا عبارة عن أهات، مشي مشان يعني الناحية الشرعية. وشغلة أخرى، يعني هلا المهم تركزوا تماما على هالمقامين بالفروقات بيناتهم. نرجع نكرر فقط هاي العلامة، إن دو ري مي، هذا النهاوند. وللي بيحب يعني يعرف هاي الري، ليش هون هاي ري وهاي ري نفس الشيء مع إنه غير صوت؟ هاي اسمها ري، يعني بيضاء، اللي هي لا بيمول ولا دياز. وهي اسمها ري بيمول. نحن لازم نكون دائما ترتيب دو ري مي فا سول لا سي دو. حتى لو حطينا اي علامه لازم نقولها يا بيمول يا دياز اذا غير الاصل الاساسيه. يعني هي معلومات يمكن ما تحتاجوها بس للعلم. نرجع مره تانية، بس تسمعوا اول ثلاث علامات، هي هي الفرق بين النهاوند والكرد. دو ري مي، اما الكرد دو ري مي. إذا بتقعد حواجبك بتعرف يعني إنه شوي فيها حزن أكتر، غضب أكتر، بتحس بالكرد شوي. دو ري مي في جدية أكتر، أما شوي إنه ود متساهل يعني. دو ري مي ماشي. وطبعا العجم هيك بس اللي بيحب يعرف دو ري مي، هذا العجم. يلا السلام، هلا إن شاء الله بنشوفكم بالأفلام تانية إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.